أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللحاضرين وللمستمعين وللمسلمين أجمعين. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في رسالته الأصول الثلاثة: الأصل الثالث معرفة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، وهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، وهاشم من قريش، وقريش من العرب، والعرب من ذرية إسماعيل بن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، وله من العمر 63 سنة، منها 40 قبل النبوة، و23 نبيا رسولا. نبئ بقرأ وأرسل بالمدثر. وبلده مكة، بعثه الله بالنذارة عن الشرك ويدعو إلى التوحيد، والدليل قوله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. ومعنى قم فأنذر ينذر عن الشرك ويدعو إلى التوحيد، وربك فكبر أي عظمه بالتوحيد، وثيابك فطهر أي طهر أعمالك عن الشرك، والرجز فاهجر، الرجز الأصنام، وهجرها تركها وأهلها، والبراءة منها وأهلها، وعداوتها وأهلها، وفراقها وأهلها. أخذ على هذا 10 سنين يدعو إلى التوحيد، وبعد 10 عرج به إلى السماء وفرضت عليه. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، والحمد لله على كل حال، ونعوذ بالله من حال أهل الضلال. أما بعد، فسبق الكلام على هذه المقدمة للأصل الثالث، وهي معرفة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنها تشمل معرفة اسمه وما ذكر من أسمائه صلى الله عليه وسلم ودلالاتها، معرفة نسبه القريب والبعيد، ومعرفة بلده التي ولد ونشأ فيها، ومعرفة سيرته قبل البعثة وبعدها، ومعرفة بداية نبوته صلى الله عليه وسلم ثم رسالته وما بعثه الله تعالى به، ومعرفة دعوته صلى الله عليه وسلم ومراحلها: الدعوة السرية، الفردية، الشخصية، ثم الدعوة العامة لما أنه أمر بالجهر بالدعوة، ثم بعد ذلك ما جد عليه صلى الله عليه وسلم في نهاية المرحلة المكية وقبيل الهجرة، ثم معنى الهجرة والحكمة منها وحكمها، كل هذه معلومات مهمة يحتاج طالب العلم أن يكون عنده جملا مهمة، أن تكون عنده جمل مهمة منها مقيدة ومحفوظة في قلبه، لأن معرفة النبي صلى الله عليه وسلم يتوقف عليها معرفة أخلاقه وسيرته وشمائل عليه الصلاة والسلام، وأن الله تعالى قد اصطفاه واجتباه واختاره على علم ليكون خاتما لرسل لأنبيائه
وإماما لرسله ومرسلا منه بأعظم وأكمل شريعة إلى عباده من جميع أجناس المكلفين برسالة عامة خالدة باقية إلى أن يأتي الله تعالى بأمره. هذه فقرات معرفة النبي صلى الله عليه وسلم، لا بد أن يكون على إلمام بها. فمثلا معرفة اسمه صلى الله عليه وسلم، سبق في الدرس الماضي أن أشهر أسماء عليه الصلاة والسلام اسمان، محمد وأحمد. محمد ذكر في التوراة وأحمد ذكر في الإنجيل، ومعنى محمد من كثر من الناس حامدوه لكثرة خصال الخير فيه عليه الصلاة والسلام، وأحمد معناه أنه أحمد الناس لربه لعلمه واعترافه بفضل الله جل وعلا عليه، بأجناس فضل الله جل وعلا عليه ولشكره لله عز وجل على فضله، فكان كثير الحمد عليه الصلاة والسلام، أحمد الناس لربه على الإطلاق. وعلم صلى الله عليه وسلم أمته الحمد، كثرة الحمد واللهج بالحمد، ومن ذلك أنه علمهم صيغة من الحمد، اللهم لك الحمد أطعمت وسقيت وأغنيت فأقنيت وعطيت فأرضيت وهديت فاجتبيت فلك الحمد على ما أعطيت، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا غير مكفي ولا مكفور ولا مستغنى عن ربنا، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب أن يحمد وينبغي له، اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، اللهم لك الحمد لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه من السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد حق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، لربي الحمد لربي الحمد لربي الحمد، كان يقوله طويلا بعد الرفع من الركوع عليه الصلاة والسلام هذا الدعاء الأخير. ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم أو إقراره لمن أخبره عن ذلك، اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله، بيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله، علانيته وسره، فأهل أن تحمد إنك على كل شيء قدير، اللهم اغفر لي جميع ما مضى من ذنوبي واعصمني يعني من الخطايا وكذا فيما بقي من عمري، وأزلفني أن يمنحني ووفقني عملا صالحا ترضى به عني، وهذا أبلغ ما يكون الحمد، وأبلغ من ذلك وأكمل حمد الله عز وجل لنفسه، تستذكر هذه الجمل المباركة، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، الحمد لله الذي خلق السماوات وجعل الظلمات والنور، هم الذي كفروا بربهم يعدلون، هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجلا مسمى عنده ثم أنتم تمترون، وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون، كل هذه الأفعال والأفضال مما يحمد الله عز وجل عليه، الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل، والله أكبر كبيرا، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر من الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا،
الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض والحمد في الأولى والآخرة والحكيم الخبير يعلم ما ينزل في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يخرج فيها وما لما كنتم والله ما تعملون بصير الذي خلق السماوات والأرض أول سورة سبع الحمد لله فاطر السماوات والأرض رسوله لأجلها مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء كذلك وله الحمد في الأولى والآخرة والحكيم الخبير فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض والعزيز الحكيم هذه محامد حمد الله عز وجل بها نفسه ولن تحمد الله عز وجل وتثني عليه بأبلغ مما أثنى به سبحانه وتعالى نفسه تستحضر هذه الجمل وتستذكرها حتى تكون من الحامدين لأن الله عز وجل جعل من صفة الذين اشترى منهم أنفسهم ومالهم بأنهم الجنة أنهم حامدون الحامدون تستحضر هذه ثم ما جاءت به السنة من حمد الله عز وجل عليه ثم ما خصك الله عز وجل به من الإنعام دون غيرك يقول إبراهيم الحمد لله الذي وهبني على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي سميع الدعاء لسميع الدعاء ما خصك الله به من النعم من علم من مال من صحة من ولد من كذا تحمد الله عز وجل بخصوصا يكون هذا جزء أو جزءا من وردك اليومي الصباح والمساء لا بد أن يكون من جمل الورد اليومي الحمد لله جل وعلا حتى تكون من الحامدين فالنبي صلى الله عليه وسلم أحمد الناس لربه وقد كثر حامدوه من الخلق لماذا؟ لكثرة حمده لربه ولذلك حمد في الكتب السابقة ذكر في الكتب السابقة من أجل ماذا؟ من أجل يحمد على ما أعطاه الله عز وجل واصطفاه وخصه به وفضله ومنذ بعثه الله عز وجل وإلى أن يأتي الله بأمره ويحمد ما يذكر من أهل الإسلام إلا على وجه الحمد والاغتباط بما حباه الله عز وجل وأعطاه إياه والتأسي به في حمده لربه هذا مثل يتعلق بالاسمين كذلك من أسمائه صلى الله عليه وسلم العاقب هو الذي يأتي بعد من سبق من الرسل من أسمائه المقفي بمعنى العاقب كذلك من أسمائه الحاشر الذي يحشر الناس على قدميه يعني آخر نبي يبعثه الله عز وجل بشرع وهكذا تضمنت السيرة جملة من أسماء وهي أسماء وأوصاف مثل ما أن أسماء الله جل وعلا أسماء وأوصاف فيها العلمية الاسمية وفيها الوصفية يعني إن الاسم يدل على معنى وعلى فعل وله أثر هذه قاعدة في أسماء الله الحسنى وأوصافه العلى أنها أسماء وأوصاف فمن حيث أنها أسماء لمسمى واحد والله جل وعلا فهي من قبيل المترادف فالله هو الرحمن هو العلي هو الحكيم هو العزيز هو الرحيم هو الرؤوف هو البر هو الحق ومن حيث دلالة الاسم على معنى يخصه على معنى خاص فهي من قبيل متباين فالله له معنى والرحمن له معنى وإن اشتركا في بعض من المعنى لكن الله له خصوصية فالله ذو الألوهية والعبودية على خلق أجمعين المستحق المؤله الحق الإله الحق
الرحمن ذو الرحمة، الرحيم الذي يرحم برحمته، وهكذا الرب المربي الذي ربى جميع العالمين بنعمه. وأعظم التربية التربية الإيمانية، التربية على العلم النافع والعمل الصالح. ولذلك تجدون أكثر دعوات المرسلين والنبيين عليه الصلاة والسلام وأتباع من الصالحين بالتنزيل بلفظ الرب، يعني الربوبية الخاصة التي هي التربية الإيمانية على العلم والعمل والحفظ والكلاء والتثبيت والتوفيق والتسديد. وهذه منه جل وعلا، ومن العبد الاعتراف بعبوديته لله عز وجل وإلهية الله جل وعلا، فالرب هو المعبود شرعا. وهكذا العزيز له معنى يخص العزة، المناعة والقوة والندرة الذي لا مثل له. الكريم كذلك الكرم، مبالغة في الجود، فمن هذا الوجه تكون متباينة لكل اسم معنى يخصه وله فعل، ولا فعل الاسم والفعل لهما أثر في الأنفس والآفاق. فهكذا أسماء النبي صلى الله عليه وسلم كذلك أسماء وأوصاف، أعلام وأوصاف، فمحمد وأحمد والمقفي والحاشر والعاقب ونبي الملحمة ونبي الرحمة، كل هذه أسماء لذات معينة للنبي صلى الله عليه وسلم، وهي في نفس الوقت أوصاف، فلا تنافي الاسمية الوصفية والوصفية الاسمية، ودالة على معاني ولها آثار ومظاهر. هذا من الفقه، من الفقه في الدين. كذلك تعرف نسب النبي صلى الله عليه وسلم من أي قبيلة هو، وكيف إن الله اصطفاه، فالله عز وجل اصطفى من الناس العرب، العرب من هي العرب؟ العرب المستعربة ذرية إسماعيل عليه السلام، واصطفى من العرب كنانة، واصطفى من كنانة قريش، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفى من بني هاشم النبي صلى الله عليه وسلم، فهو صلى الله عليه وسلم خيار من خيار. والرسل لا تبعث إلا في أشراف قومها وأعرقها أنسابا وأكرمها أحسابا. ولذلك ما بعث الله جنيا نبيا ولا رسولا، ولا بعث الله امرأة نبية ولا رسولا، ولا بعث مولى عبد مملوك نبيا ولا رسولا. فما تبعث الرسل إلا في أنسابكم وأشرافهم. وهذا من معاني النبوة، النبوة مأخوذة إما من النبأ وهو الإخبار بشرع، أو من النبوة وهو الشرف المرتفع من الأرض. فالبيوت في المجتمعات، البيوت الشريفة تشبه الشرف المرتفع من الأرض، متميز ومرتفع عن الدنس، ما تلقى فيها النفايات لأنه عالي. فهذا من معاني أسماء صلى الله عليه وسلم، ومن معاني اختيار الله عز وجل له في أعرق نسب وأشرف. ونسب صلى الله عليه وسلم
ينتهي قطعا إلى إسماعيل ابن إبراهيم عليه السلام. فما بين عبد الله والد النبي صلى الله عليه وسلم إلى معد بن عدنان معروف السلسلة، ما قبل ذلك في خلاف بين أهل العلم النسب، لكنه قطعا ينتهي إلى إسماعيل ابن إبراهيم عليه السلام. وإبراهيم عليه السلام قطعا من نسل سام ابن نوح عليه السلام، ونوح عليه السلام قطعا من نسل آدم عليه السلام. ولم يعتري نسب النبي صلى الله عليه وسلم شبهة، وليس في آباء وأجداده من يرمى بالفجور السفاح. قال صلى الله عليه وسلم: ولدت من نكاح لا من سفاح. في الجاهلية كان البيت الذي بعث منه النبي صلى الله عليه وسلم بيت شرف، أشرف ما يكون في الأرض. فجده الذي اشتهر به وعرف به الذي هو قصي مجمع، قال له مجمع لأن هذا الرجل كان شريفا وجيها عاقلا لبيبا حازما حاذقا شجاعا كريما أبيا. هذا لما ظهر على الدنيا وإذا خزاعة كانت استولت على سدانة البيت الحرام من جرهم أخوال إسماعيل عليه السلام الذين كانوا مشرفين على أبناء إسماعيل عليه السلام. فخزاعة هذه آلت إليها سدانة البيت، وكانت فيها حماقات وجهالات، ولا سيما آخره اللي هو عمرو بن لحي الخزاعي الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم يجر كصبه في النار، يجر معاه في النار لأن أول من بدل دين إبراهيم عليه السلام، فأظهر الشرك وسيب السائبة وحمل حامي، يعني جعل عبث بالحيوانات البهائم بهيمة الأنعام، جعل منها حلالا وحراما، كان فاجرا خبيثا. فجاء هذا قصي بعد هلاك عمرو بن لحي واشترى سدانة البيت. السدانة وظيفة معنوية ولا لا؟ اشتراها من الخزاعي بزق خمر، سقاء خمر. ايش يدل هذا عليه؟ على هون امر البيت وسدانة البيت عند خزاعة، ما يسوى عندهم سقاء الخمر. فاحتال عليه الرجل هذا واشتراه، وجمع قريشا كانت قد تفرقت لأنها أذلت وأهينت، تفرقت في الشعاب حتى وصلت إلى الطائف، من ذلك يقال قريش الظواهر، من ينتسبون إلى قريش الذين خرجوا من مكة. فجمعهم، جعل خطط في مكة، مخطط جديد أحياء، الفخذ الفلاني من القبيلة بهذا المخطط، والفخذ الثاني بهذا المخطط، والثالث بهذا المخطط، وجعل لكل فخذ وظيفة، أحد له الحجابة، واحد له السدانة، وأحد له السقي السقاية، وأحد له الرفادة إعانة المحتاج، وأحد له نصرة المظلوم، وكذا. وجعل من كل فخذ رجلا عضو في برلمان جعله له اسمه دار الندوة. بقي هذا البرلمان يحكم قريشا إلى أن بعث النبي صلى الله عليه وسلم.
ولذلك لم تتفق قريش على أمر تجاه النبي صلى الله عليه وسلم بسبب البرلمان، يختلف الأعضاء ولا يحصل اتفاق، ويتصرف بعضهم في إيذاء النبي صلى الله عليه وسلم تصرف من عند نفسه. فقصي هذا هو الذي وضعها الخطة، تورثتها قريش، فإذا هلك مندوبهم في البيت دار الندوة هذا يعينونهم مندوب آخر بدانه، ما تذهب حصته. وهي الوحيدة قريش من قبائل العرب التي عاشت بهذه الطريقة وصارت ولايتها بهذه الطريقة. هذا من شرف هذا الرجل، لذلك يذكر بخير، لجعل خطة أو ما يسمى بالاستراتيجية بعيدة المدى والتي حفظت المهابة للقبيلة، حفظت لها العزة والسؤدد، جمعت لها الكلمة. ومن ذلك أنهم لما اشتهروا بسدانة البيت وسقاية الناس وكذا 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 صارت لهم سيادة على قبائل الحرم، بحيث أن الحرم حرم ما يجوز القتال فيه ولا كذا، ما كانت قريش تخوض حربا، ما خاضت إلا حرب الفجار الأول والفجار الثاني، كانت اضطرارية خارج الحرم. فهذه من خطط قصي، فكان أشرف بيت يعني يعرفونه فوق هذا. جاء هاشم جد النبي صلى الله عليه وسلم، جده كم؟ الثاني ولا الثالث؟ جده قلنا عبد الله أبو النبي صلى الله عليه وسلم، وجده الأول عبد المطلب. إيش اسم عبد المطلب؟ شيبة الحمد، واضح. لكن غلب عليها اسم عبد المطلب. ليش عبد المطلب؟ لأنه أخواله من أهل المدينة، ومات أبوه وهو صغير، فاعتدى بعض أخواله على ميراثه، فذهب عمه المطلب، لأنه أرسلت قصيدة على لسانه وله صغير، يستنجد بأعمامه أن ينصروه يفكوا ميراثه الذي أخذ. فذهب المطلب بسلاح عمه إلى المدينة، وتهدد وتوعد المعتدين على إرث ابن أخيه، واستحصله ورده، وأخذ ابن أخيه وحمله على بعيره وجاء به إلى مكة. فكان مع المسير في شدة القيض، الصيف الحار والحجاز وطول السفر، وصل إلى مكة وهو مسمر الوجه. وقريش في ذاك الوقت ما تعرف السواد عندهم إلا للعبيد المملوكين. فلما دخل المطلب بابن أخيه معه مردفة على بعيره، قالوا عبد المطلب عبد المطلب، ظنوا أنه عبد اشتراه من الطريق وجابه وهو ابن أخيه، فاستملح الاسم هذا وغلب عليه. هاشم هو والد عبد المطلب وهو سيد قريش، اسمه عمرو، وسمي هاشما لهشمه الثريد باللحم، يطعمه قريشا في السنين الجداب القحط، كرم ولا ما هو كرم، يطعم أهل البلد على حسابه. وسنة من السنين أو سنتين أطعم الحجيج لكرمه. وهذا الرجل الصالح أري في المنام
عين زمزم وقد عبيت من زمن من دهر وضيع مكانه وجهل، فأري في المنام عين زمزم الموقع وعرض على قريش الرؤيا وما اقتنعوا، طلب منهم مساعدة وما ساعدوا، فحفرها هو وأبناؤه وأظهرها الله عز وجل، ظهر البحر فصارت السداينة له، السقاية له، فضم الله عز وجل شرفا إلى شرفا، الكرم والسقاية الإطعام والإسقاء، ثم صارت بعده لولده عبد المطلب ورثه، ثم صارت بعده لولد عبد المطلب اللي هذه هو أبو طالب. أبو طالب كان فقيرا معيلا كثير العيال، واستطاع أن يكون بمسؤولية السقاية، فتنازل لها أو اشتراها منه أخوه العباس، وجاء الإسلام والعباس هو المسؤول عن السقاية. ولذا يمر بكم في المناسك أن العباس استأذن النبي صلى الله عليه وسلم أيام منا، ليالي أيام منا من أجل سقايته فأذن له، لما طاف النبي صلى الله عليه وسلم طواف الإفاضة ناولوه دلوا من زمزم فشرب، وحظهم على السقاية والنزع، وقال لولا أن تغلبكم الناس لنزعت، فأقرهم عليها. هذا جد النبي صلى الله عليه وسلم الأدنى، وهذا جده الذي قبل يليه، وهذا جده الأعلى، وجده الأكبر إسماعيل، ثم إبراهيم عليه السلام الأب الرحيم، الأمة القانت، المجاهد العظيم. هكذا اختار الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم من هذا البيت الكريم. فإذا تعرف هذا يعني اسم النبي صلى الله عليه وسلم، الجنس الأسماء يعني ودلالاتها، وتعرف النسب الشريف، وتعرف البلد الشريف من أهل مكة ولد فيها ونشأ فيها ترعرع فيها وبعث فيها وأقام بعد البعثة 13 سنة ويدعو إلى التوحيد وينذر من الشرك، ثم هاجر بأمر الله وإذنه إلى المدينة لما أنه بلغ أذى المشركين له أذى غايته، لما بايعه المسلمون في المدينة الأنصار وعاهدوه على أن يمنعوه ما يمنعوا منه نساءهم وأولادهم، أمر الله عز وجل بالهجرة لأجل أن يقيم دينه ودولته. معلومات مهمة، تعرف سيرة صلى الله عليه وسلم قبل البعثة، وأن نشأ على الطهر والعفاف، ما سجد لصنم قط ولا شرب خمرا قط ولا ارتكب فاحشة قط، بل عرف بالصدق والأمانة والعفة والحياء والكرم والجود والصدق والنصيحة، كانوا يلقبونه الصادق الأمين عليه الصلاة والسلام. عصبه الله عز وجل حتى أنه هم أن يحضر حفلا من حفل المشركين فيه له وفي كذا، فألقى الله عليه النوم مرتين، ما يستيقظ إلا من حر الشمس حتى لا يحضر، عصبه الله عز وجل قبل البعثة. وكان صلى الله عليه وسلم محبوبا لخصال الخير التي فيه، لأنه ما فيه خصال شر، ولذلك رضيته قريش أن يضع الحجر الأسود في مكانه لما بنوا الكعبة، جددوا بناء الكعبة رضوا به، ويلقبونه الصادق الأمين. وهاجر صلى الله عليه وسلم وأمانات قريش في بيته مع شدة أذاهم، حتى أنه كلف علي رضي الله عنه يخلفه في فراشه ويرد الأمانات إلى أهلها، كرم ولا ما هو كرم؟ ما قال
كما يقول هل ينتسبون للدعوة والجهاد في هذا، ننتقم منهم ونأخذ مالهم، نرد إليهم مالهم بأمانة ودقة وكل شيء عليه الصلاة والسلام. هذا خلق المسلم، وهذا خلق من يتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم في سيرته وهديه حتى يجعله الله عز وجل إماما في الدين. هذه من سيرته عليه الصلاة والسلام. ولما بعثه الله عز وجل ازداد خلقا، لأنه تنور بالشرع، ولذلك الله عز وجل أقسم وإنك لعلى خلق عظيم. والذين وصفوا النبي صلى الله عليه وسلم وصفوا بالشجاعة، وصفوا بالكرم، وصفوا بالعيا، وصفوا بالعفة، وصفوا بالصدق، وصفوا بكذا 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 بكذا. فهذه أخلاقه عليه الصلاة والسلام، وهذه بيئة الذي نشأ فيها. ثم بعد ذلك أوحى الله عز وجل إليه وهيأه لذلك، فكان صلى الله عليه وسلم 6 أشهر قبل أن يوحى إليه لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلك الصبح لتحققت. وهذه توطئة ليش؟ للنبوة. ولذلك جاء في الحديث الصحيح إن الرؤيا الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة. واضح؟ كم مدة النبوة؟ 23 سنة. واضح؟ والرؤيا 6 أشهر صالحة، فهي جزء من 46 جزء. إذا قسمت 23 سنة على 6 أشهر تصير السنة قسمين، تصير 23 فيها 2 46. كانت الرؤيا مقدمة لهذا، 6 أشهر. ولما هيأه الله عز وجل لذلك الرؤيا الصادقة والخلوة في غار حراء، تعرفون غار حراء في مكة بعيد ولا مو بعيد؟ بعيد عن مكة. كان صلى الله عليه وسلم يتزود من البيت المؤونة اليومين والثلاثة ويقيم في غار حراء يعبد الله عز وجل ويثني عليه إجمالا بما بقي من دين إبراهيم عند قومه ما ألهمه الله إياه قبل الوحي. فكان يتحنث يتعبد في غار حراء الليالي ذوات العدد، ثم يرجع إلى بيته ويتزود لمثله الليل المقبلة، حتى فجاءه الوحي وهو بغار حراء بالليل. الوحي جاء بالليل، جاء في ليلة القدر، نزلناه في ليلة القدر، أول نزول القرآن كان في ليلة القدر في رمضان. فهيأه الله لذلك. فهذا من مفهومك لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم لما أنه بدأ الدعوة واجه هذا المشركين وصبر وحلم وكذا وكذا حتى تكون أنت داعية إلى الله على بصيرة، تدعو إلى الله بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، بصبر النبي صلى الله عليه وسلم، تتأسى بعلى السلام في ذلك كله، كل ما ازداد حظك من هذا الخلق وهذا العمل ازدادت أو ارتفعت درجتك وعظم قدرك عند الله عز وجل، وجعل الله لك الإمامة في زمانك وبعد زمانك. هذا المقصود، أن تتأسى وتعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث حقا، وأن الله أن الله عز وجل صنعه على عينه كما قال لموسى ولتصنع على عينه، فصنعه الله عز وجل وهيأ له من الأسباب. ومن ذلك أنه كان الحجر يسلم عليه والشجر يسلم عليه في مكة. ومن ذلك أنه لما جاءه الوحي أخبر خديجة بما طرأ عليه وقال خشيت على نفسي، قالت كلا والله لا يخزيك الله أبدا. لماذا؟ قال
لأنك على أخلاق عظيمة يعني، ومثلك من هذا خلقه لا يهينه الله بل يعزه ويكرمه، إنك لتصل الرحم وتقضي الضيف وتكسب معدوم يوجد عندك الشيء الذي لا يوجد في زمانه، وتعين على نوائب الحق وصدقت، فلذلك ما أخزه بل أعزه وأكرمه وأعلى مقامك كما قال تعالى: ما يشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنك ظهرك ورفعنا لك ذكرك. حتى أنه إذا ذكر الله يذكر النبي صلى الله عليه وسلم ويكفي الشهادة فيه. ذهبت به إلى ورقة بن نوفل، كان رجلا متعلما يتقن العبرية واللاتينية ويقرأ من الإنجيل ويقرأ من التوراة وعلى دين إبراهيم عليه السلام، ما هو بخرافي مشرك لا. فقال: هذا الناموس الذي كان يأتي إلى موسى، ليتني أكون جذعا الذي يخرجك قومك، أنصرك نصرا مؤزرا. وهيأ الله عز وجل له من الأسباب ما ثبته الله عز وجل به وشرح صدره، وكل ما ازداد الوحي انشرح صدره وانفسح وجد في هداية الناس عليه الصلاة والسلام. هذا مهم جدا يعني من معرفة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، كذلك أنك تعرف الأمر الذي بعث به، ما هو الأمر، ما هي حال الناس لما بعث الناس. أخبر أن الله عز وجل نظر إلى الناس عربا وعجبا فمقتهم إلا غبر من أهل الكتاب، بقايا واحد اثنين في البلد في القبيلة في القريب في الجهة على دين إبراهيم عليه السلام، يعني عندهم شيء إجمالي بعد التفصيل لكنهم موحدون، مثل ورقة بن نوفل وقصة بن ساعد وفلان وفلان وزيد بن الخطاب. فكانوا على التوحيد، وهؤلاء يبعثون أمة واحدة. فكان الشرك قد أطبق في الأرض، أطبق، عبدت اللات والعزى ومنات وود وسواع ويغوث ويعوق، وكان كل قبيلة لها وثن، حتى أن الناس صار فيهم هوس للشرك، كان أحدهم يصنع العجينة من التمر يعبدها، وإذا جاء كذا. يصنعون التمثال من الخشب، يصنعون من الحجارة، ويغسلونه ويطيبونه ويلبسونه ويعبدونه، حتى تأتي الثعالب وتبول عليه. رب يبول الثعلبان برأسه لقد ذل من بالت عليه الثعالب. فإذا هذا الوضع العام، الوضع العام الشرك مستحكم، الجهل مستحكم، الفجور مستحكم أو غالب. حتى كانت أنكحة الجاهلية كما قالت عائشة إن من أنكحة الجاهلية إن المرأة تتزوج بعدد من الأشخاص، لمن تكون، وكانت المرأة الفاجرة تفتح بابها للأشخاص وغير زوج سفح يدخلون عليها العشرات، وكان الرجل المهين الضعيف يطلب من امرأة أن تذهب لرجل شجاع وقوي تستوضع منه تحمل، يهجرها ما يجي معها حتى تحمل، وإذا حملت يفتخر بالولد يصير شجاع من ذاك. ضياع، ما أشبه الليلة بالبارحة. فتعرف الوضع، الربا على أشده، الظلم، التفرق،
التسلط كل حياة العرب خاصة ومن حولهم منهم كلها على هذه الطريقة، إلا النادر والنزر هذا لا حكم له. طيب، إذن ما هو الأمر الذي صدع النبي صلى الله عليه وسلم الناس به وفاجأهم مفاجأة؟ هل جاء النبي صلى الله عليه وسلم بخطة إصلاح اقتصادي؟ لا. هل جاء بمعارضة سياسية؟ لا. هل جاء بإصلاح اجتماعي؟ لا. هل جاء بعصبية لجنس من الناس أو لأرض أو للغة أو لمبادئ؟ لا، ما جاء بهذا. جاء بما أمره الله عز وجل به: يا أيها المدثر قم فأنذر. أنذر الناس إيش؟ أنذر الناس الشرك، وفي ضمن ذلك الأمر بالتوحيد. طيب، ليش بدأ بالنذر بالشرك قبل التوحيد؟ لأن التوحيد عند الناس موجود معلوم، يعرفونه. دين إبراهيم توحيد، إبراهيم تنتسب إليه اليهود والنصارى وهم مجاورين للعرب، والعرب فيهم بقايا على دين إبراهيم، فالتوحيد معروف لكن مهجور، والشرك منكر ظاهر وهو الذي يتدين به الناس. فلذلك التخلية قبل التحلية، النذارة من الشرك أول، قم فأنذر، ثم بعد ذلك وربك فكبر، عظمه بالتوحيد، والرجز فاهجر الأصنام، اتركها واهجرها واهجر أهلها تبرأ منها، ولا تمنن تستكثر، لا تمنن بالعلم، لا تبخل به على الناس، الناس بحاجة إليه، فإذا بذلت هدى الله عز وجل من هداك، من هدى إليك، وعز جانبك وكثر أنصارك وأعوانك، ولا تمنن بالمال، لا تبخل، ابذل من أجل هداية الناس. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطي على الإسلام عطاء من لا يخشى الفقر. طيب، فإذا سئلت قريش أهل مكة الذين خاطب الله النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك. من هم الذين ما أتاهم من نذير من قبلك؟ العرب، قريش وما جاورهم، العرب إيش؟ المستعربة. رجعنا للبداية، لأن العرب الأولين جايهم نذير، فصالح عربي وهود عربي، وأكثر المفسرين على أن شعيبا عربي، لكن الذين لم يأتهم نذير هم العرب المستعربة. بعد ما ضلوا بواسطة عمرو بن لحي الخزاعي، بل بواسطة خزاعة من أول، فإذا هذا الأمر. فلو سئلت قريش: ما الذي دعاكم إليه محمد صلى الله عليه وسلم؟ ماذا يقولون؟ يقولون: ترك الأصنام والأوثان وهجرها والبراءة منها ومن أهلها والتوحيد، أن نوحد الله، ولا لا؟ ولذلك ردوا عليه عن قوس واحدة قائلين: أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا الاختلاف. فقالوا نفس ما قالت قوم نوح عليه السلام: لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواحا ولا يغوث ويعوق ونسرا.
لو سئل النصارى ما الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، النصارى المعاصرين للمسلم ماذا يقولون؟ يقولون جاء بالتوحيد والنذر من الشرك، ولا لا؟ وعلى رأسهم أكبرهم أشرفهم حاكم الحبشة، منه النجاشي الذي أسلم موحد الله عز وجل، وأخذ قطعة سلك أو قطعة قماش دقيقة، قال ما زاد محمد يعني جاء بهذا على ما جاء به موسى وعيسى قدر هذا، اعترف وآمن وعرض الإسلام على قومه. سلمان الفارسي من الهرس، أبوه كان من سدنة بيت النار المجوس، يعرف المجوسية ولا ما يعرفها؟ يعرفها، وآمن بالنبي صلى الله عليه وسلم أول مقدمة المدينة. فلو سئل ما الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم يقول التوحيد والنذر من الشرك. عبد الله بن سلام رضي الله عنه اليهودي الذي أسلم الحبر، نفس الشيء من الملة اليهودية المنسوخة وأسلم. فلو سئل ما الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم يقول التوحيد والنذر من الشرك، جاء بالتوحيد والنذر من الشرك. فكانت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم إلى التوحيد والنذر من الشرك أبين من الشمس في وسط الظهيرة. أول ما صدع به أسماع قومه ومن جاوره هو هذا، يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطاهر والرجز فأهجر ولا تمن تستكثر ولذا ربك فاصبر. النذارة من الشرك والدعوة إلى التوحيد. قلنا لماذا قدم النذارة من الشرك؟ لأن الشرك هو الظاهر وهو المهيمن وهو الذي له السلطان، والتوحيد يعرف عند بعض الناس لكن ما ينهون، ولأن التوحيد ما يصح مع الشرك. فهذه هي أول أمر بعث الله عز وجل به رسل من أوله من آخره، كما قال وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه إيش؟ أنه لا إله إلا أنا فاعبدني. واضح هذا؟ في الآية الأخرى أئنكم لتدعون تشهدون مع الله إله تدعون مع الله إله آخر، قل لا أشهد ما مع الله إله آخر. تجدون دائما فيه آيات تنص على أن عقيدة المشركين تعدد الآلهة، وهذا اللي أبيكم تفهمونه زين. فالمشركون لا ينكرون إلهية الله عز وجل، عندهم أن الله هو إله الآلهة سيد الآلهة أعظم الآلهة أجل الآلهة، وإنما ينكرون تفرد الله عز وجل بالإلهية واستحقاق العبادة وحده. ولذلك عرضوا على النبي صلى الله عليه وسلم يقول اعبد آلهتنا سنة ونعبد إلهك سنة، يعني مع آلهتنا. فكانت القضية هذه هي مسألة تعدد الآلهة، تعدد الآلهة. لا ينكرون إلهية الله عز وجل ولا ينكرون عبادة الله جل وعلا، إنما ينكرون تفرد الله جل وعلا وإفراده بالإلهية وتفرده وإفراده بالعبادة، بالذل له والخضوع له والرغبة إليه والرهبة منه والرجاء له والتعظيم له والمحبة له، لا يريدونها. طيب هل عندهم شبهة؟ ما عندهم شبهة، يعلمون علما يقينيا أن شركهم باطل أولهم وآخر، لكن لأغراض سياسية واجتماعية. واضح؟
لأنه دين الأسلاف أباءنا وإجدادنا، وإذا غيرنا معناه أن نقدح فيهم ونعيبهم ما نرضى عصبيا. هذا واحد. الثاني أن سيادتهم في المجتمع قامت على سدانة الآلهة، فهمنا؟ الثالث أنهم يتأكلون بتعظيم الآلهة، يأخذون أموال الناس بالباطل ويضلون عن سبيل الله، يأكلون أموال الناس بالباطل ويضلون عن سبيل الله. وهذه المسألة هذه تأليه غير الله عز وجل والانتفاع منها بالعصبية للأسلاف وبالمحافظة على الرئاسة في المجتمع وبأكل أموال الناس بالباطل هي الموجودة عند جميع أهل البدع وطوائف الضلال إلى اليوم. كذا يمكن بعضهم يعرف التوحيد أكثر من بعض المسلمين الموحدين، لكن يأبى التوحيد لأنه يظن أن التوحيد يقطع عيشه ويفصل عن وظيفته ويعيب أسلامه. فمنهج النبي صلى الله عليه وسلم هو إصلاح القلوب، إصلاح العقائد، توجيه العباد لعبادة رب العباد وحده، تحريرهم من الشرك، عبادة الخلق. هذا هو سبيل الإصلاح الوحيد ولا سبيل غيره أبدا. فمن جاء بخطط إصلاحية يزعم أن إصلاح اقتصادية أو اجتماعية أو سياسية أو غير ذلك تراه متأكل وصاحب رئاسة، طالب رئاسة وعنده عصبية، عنده شرك خفي، هو عنده اعتقاد باطل في أشخاص أنهم ينفعون ويضرون، وأذله الله بالشرك حتى صار يخاف من الحجر ومن القبر. في أذل من شخص حي سميع وبصير وقادر وحب ويخاف من الحجر ومن القبر؟ ما في أذل منه. افهموا هذه، جميع البرامج اللي يسمونها برامج إصلاحية وتلبس لباس الإسلام ترى متقمصة لهذا، تطلب رئاسة وتحافظ على إرث الأسلاف، عصبية الأسلاف، وتأكل أموال الناس بالباطل من وراء ستار، تأخذها باسم وتصرفها باسم ثاني. قل لست بالخبء ولا الخبء يخدعني. وأحسن أحوالهم إذا أحسن الظن، معنى من أحسن الظن أنهم جهال ما يعرفون التوحيد ولا الشرك ولا يفرقون بينهما. وما قدر الله حق قدره، إنسان ما قدر الله حق قدره ماذا تريد منه؟ ما نفع نفسه حتى ينفعك. فأبعد عنه عن ساحة رحمه ولا تنضوي تحت لوائه، فإنه يجرك معه يوم القيامة وراء إبليس. إذا قيل لتعبد كل أمة من تتبع أمة من كانت تعبد، فعبدت الأوثان تمثل أوثانهم وتقودهم إلى النار يمشون وراء، إنكم ما تعبدون من دون الله حصبوا جهنم أنتم لا واردون لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها كلهم فيها خالدون لهم فيها الزفير وهم فيها الأسماء. في أبلغ نذارة من الشرك من هذا؟ لما بعث الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم وأيده جل وعلا على دعوته بأمرين، بالآيات البينات المخلوقة الظاهرة وبالآيات البينات الشرعية المنزلة كلام رب العالمين جل وعلا، فأيده الله بالوحي بالمعجزات. ليقوم بدعوته، وقام صلى الله عليه وسلم بذلك خير قيام، أمضى على ذلك في مكة 10 سنين، 10 سنين ما فرض الله تعالى عليه فريضة إلا فريضتين،
التوحيد والدعوة إليه فقط. قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، أمرت أن أكون أول مسلمين، فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. والدعوة إليه يا أيها المدثر قم فأنذر ربك فكبر والرجز فهجر، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين. إلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، إلهكم إله واحد فلو أسلم وبشر مخبتين. قل إن يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي توفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين وأنا أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان المشركين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما أعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين، لكم دينكم الباطل ولديني الحق. كل نجد جزاء في كون هالمدة الطويلة 10 سنين ما فرض الله فريضة على العباد إلا التوحيد والدعوة إليه، حتى الصلاة ما فرضت. ماذا يدل عليه؟ يدل على أهمية التوحيد وعلى أن أعظم واجب المكلفين وأن حق الله عز وجل العباد وأن التوحيد لا يصح مع الشرك. لا يمكن، لا يمكن تكون عبادة الله عز وجل مع الشرك. لو عبد الإنسان الله جل وعلا 1000 سنة 10,000 سنة وأشرك مرة واحدة أحبط كل عبادة. فهل يليق من أحد ينتسب للملة الحنيفية والشريعة المحمدية على صحيح الصلاة والسلام أن يرفع شعار قبل شعار التوحيد وهو يعلم ما عليه الناس من الشرك والضلال؟ والذين يرفعون شعارات أخرى غير التوحيد ما يجهلون الأوضاع ولا يخفى عليهم الشرك، لكن ما أهمهم لأنهم طلاب دنيا، لأنهم جبابرة فراعنة، لكن تقمصوا للناس قميص الإسلام لأنهم وجدوا أقرب طريقة لخداع العامة والركوب على أكتافهم والوصول إلى الأهداف بواسطته، يجيشون الغوغاء واركبون. لازم يفهم هذا. ولذلك الحرب العالمية الآن قائمة على التوحيد وأهل التوحيد، ما في عدو إلا التوحيد وأهل التوحيد. ولذلك كل هؤلاء يزعمون الدعوة ويتباكون على الإسلام وعلى المسلمين الآن ما عندهم مانع أن يتآخوا مع الرافضة ويتعاونوا مع الرافضة مع المشركين القبوريين مع الصوفية الاتحادية الحلولية مع الكفار جميع المذل، ما عندهم مشكلة، لأن الهم أن يصلوا إلى الحكم أن يصلوا إلى الولاية على الناس إلى كرسي فرعون. ولذلك ما لهم علاقة في المساجد إلا لتجيش الناس بس، لكن ما لهم دروس، ما لهم اهتمام بالتفسير بالحديث بكذا بكذا بكذا، ما لهم شيء، ما عندهم شيء، ما يريدون خيرا للناس ولا هداية الناس، وإنما يريدون أن يركبوا على الناس لتحصيل مآربهم فقط. ولذلك أفلس وخاب وخسر. وقبلهم ابن أبي لما دخل في الإسلام نفاقا حصل دولة حصل حكم، ما حصل، واللي حصلوا حكم الآن انفعوا الإسلام، ما انفعوا الإسلام، ضروا الإسلام وضروا الإسلام.
وبغضوا غير المسلمين الإسلام. لكنهم مصيرهم إلى الله وجزاءهم عليه. الله تعالى حليم، يمهل ولا يهمل، ولهم موعد عند الله لن يخلفه. لا تنخدعون، لا تنخدع، قم بالدعوة، اهد العباد إلى رب العباد، إلى عبادة رب العباد، كما كان الصحابة رضي الله عنهم قال: جئنا لنخرج الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. وأنت عليك الدعوة، إذا أردت من دعوتك حظا من حظوظ الدنيا ذهب من أجلك على قدر إرادتك، حتى لو كنت موحد. مسألة قيام الدولة أو عدم قيام الدولة هذا لله عز وجل، هو الذي يقيمه. أنت عليك الدعوة، الدعوة المجردة. واذكر قصة الراهب مع تلميذه الغلام، حتى قال له لما راه متوجه للتوحيد وللإيمان للعبادة، قال: يا بني ما أراك إلا ستبت، فإن ابتليت فلا تدل علي، وأنا ما شيخ كبير وعاجز وضعيف. وتمضي الأيام ويبتلى ويدل عليه ويقتل الراهب رحمه الله، وتقوم دولة الإسلام. يقول: الناس آمنا برب الغلام، كلهم. ما قال: لا لازم تقوم الدولة على يدي أنا يا الراهب، مثل الذين يلبسون للناس مسوح الظأن من اللين وقلوبهم قلوب الذئاب. وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم شياطين في جثمان إنس. هؤلاء الذين الآن يستعملون الدعوة يتجرون بها ويتوسلون بها إلى المناصب والحفظ، هؤلاء ينطبق عليهم الوصف. يلبسون للناس مسوح الظان، جلود الظان مدموعة من اللين، وقلوبهم قلوب الذئاب، أهل مكر وخديعة وقسوة. والوصف الثاني أنهم شياطين في جثمان إنس، في صور إنس. تظن هؤلاء ينصرون الإسلام أو ينصرون وهم يخادعون الله عز وجل قبل الناس؟ ما ينصرون. ولهذا لهم 100 سنة الآن وهم يأخذون أموال الناس بالباطل، يطرحون على الناس أفكار ويجيشون الناس ويهيجون الفتن، يثيرونها ولا يحملونها، وخابوا وخسروا وهلكوا، هلكوا دنيا وكاد والآخرة الله أعلم. فالدعوة الحقيقية هي التي تقوم على التوحيد، على هداية الخلق إلى عبادة الخالق جل وعلا، والداعي يرجو أجره من الله وحده، ما يريد الأجر من الناس. ولهذا قال تعالى عن رسل عليه السلام: ما سألتكم عليه، كل أسألكم عليها أجرا، ما سألتكم عليه من أجر فهو لكم. يصرح الرسل عليه السلام بهذا، ما يريدون منهم شيء. ما الذي يدعو الناس ويريد منهم شيء، هذا يريد الدنيا، هذا عبد الدنيا. قال صلى الله عليه وسلم: تعيس عبد الدينار، تعيس عبد الدرهم، تعيس عبد القطيفة، تعيس عبد الخميلة، تعيس وانتكس، وإذا شيك فلن تقس. الذي يذل حتى لا يستطيع أخذ الشوكة من رجله حقيق. وقلت لكم أنا المثل الأول في هذه الأمة عبد الله بن سلول، بن أبي بن سلول، أسلم نفاقا من أجل يحافظ على زعامته، لأنه كان ينظم له الخرز لتتويجه ملكا على المدينة. ولما جاء الإسلام شرق به، ولما رأى أن الإسلام يكتسح كل شيء دخل في الإسلام نفاقا بعد بدر. حصل خير؟ ما حصل خير.
لا تغتروا، اهتموا بالتوحيد، ادعوا الناس إلى عبادة الله عز وجل، إلى الإخلاص لله عز وجل، إلى لزوم السنة، إلى الاستقامة على الشريعة التي أنزلها الله عز وجل، جعل طريقا إليه صراطا مستقيما موصلا إلى الجنة. هذا الذي الإنسان يدين الله به عز وجل ويدعو إليه ويجاهد نفسه وغيره عليه حسب الاستطاعة، ويثبت على هذا ويثبت غيره، ولا يغتر بمن يريد أن يحرفه يمنة ويسرا. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق عن سبيلكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وما تتقونه مما تتقون الفتن والشرور. هذا مهم جدا أن تعرف ما بعث الله تعالى به رسل عليه الصلاة والسلام عامة، وما بعث به محمد صلى الله عليه وسلم خاتمهم وسيدهم وأشرفهم خاصة، تعرف طريق دعوته حتى تتأسى به عليه الصلاة والسلام، ولا تغتر بمن يرفعون الشعارات ويزخرفون القول وينسجون الأكاذيب ويعظمون الحقير ويهونون العظيم ويلعبون على الناس بالتلون والتقلب والمكر والحيل. لا تغتر بهؤلاء، هؤلاء قطاع طرق. أوضح ما يوصف بينهم قطاع طرق، يحولون بين الناس وبين ربهم، قطاع طريق يحولون بين الناس وبين ربهم، ولذلك ما جلبوا لشعوبهم خيرا. انظروا كل ثورة قامت في البلاد الإسلامية من العالم العربية باسم الإسلام، وش حققت الناس؟ الدمار والخراب والتفرق والتشرذم والذل والهوان والتشريد والتقتيل وانتهاك الحرمات وتلافي الثروات، حتى صارت الجمعيات النصرانية تنصر أبناء المسلمين باسم إسعافهم والعطف عليهم. وينهم؟ هذا أمر لابد تعرفوه، لكم أسوة في النبي صلى الله عليه وسلم، جاء بالتوحيد الخالص، ألا لله الدين الخالص فاعبد الله مخلصا له الدين. هذا أمر لابد تفهمه، وهذه الدعوة وهذه قيمة الدرس هذا وغيره من الدروس. كل الشرع والعلم الشرعي كله يدور على هذا، على إخلاص التوحيد لله عز وجل، التعبد لله وحده بما شرع على الوجه الذي شرع، وعلى اتباع نبيه صلى الله عليه وسلم الذي أرسله الله ليطاع ويتبع، ولا يتحقق ذلك إلا بهجر الكفر والشرك والأهواء والبدع ومن كفر وأشرك واتبع الهوى وابتدع. هذه خلاصة الأمور كلها، أوله وأوسط وآخر كلها يدور عليها. وهذا الطريق الذي رسمه الله عز وجل موصل إلى جنته، وجعله الله تعالى واقيا من ناره، وجعل أئمة أهله خيار خلقه، المرسلين والنبيين والصديقين والشهداء والصالحين والعلماء العاملين. العلماء العاملين أفضل من الشهداء والصالحين، هم الصديقون. فلا بد من التنبؤ لها. ترى هذه قيمة الدرس. ما هو قيمة الدرس الإنسان يقرأ الكتاب من أول إلى آخر، يفهم لماذا خلق وإلى أين هو ذاهب، وهل له حجة عند الله يوم القيامة أو لا، هل أخذ بأسباب النجاة من النار، هل أخذ بأسباب دخول الجنة، هل هو على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم أم لا، هل هو على منهج السلف الصالح أم لا. هذا المطلوب، حتى أنه يأخذ بأسباب نجاته قبل موافاته،
يأخذ بأسباب نجاته قبل وفاته، ما يصير مثل الخشاش والجنادب الذي يهوي على النار في الليل ما يدري من هو معه ولا من وراءه ولا من أمامه ولا شيء. نسأل الله عز وجل أن يمن علينا وعليكم وعلى جميع المسلمين بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا جميعا من هداة الخلق وأنصار الحق، وأن يثبتنا على دينه حتى نلقاه عليه غير مبدلين ولا مغيرين، وأن يقر أعيننا قبل موتنا بظهور الإسلام وعز المسلمين وذل جميع أعداء الدين، فإنه تعالى على كل شيء قدير من يوم الدين جدير. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.